مرحبا يا ابو خوذه لبيك ثبت انت ترقى سنود من حدود على ارض لا حدود السماء مرحبا يا عمار يا علاج الكبود جعل عين ما تبيك لا لا بيض الله وجهك يا ابو تراب بيض الله وجهك صح صوتك الله يسعدك يا مرحبا ترحيب تنشانها الله يسعدك ترحيب بهل الوفا الجمايل ترحيب تبقى على مر الازمان مضمونها سلم الجدود الاوايا الله يسعدك لبيك اعطيك بيت العجل اسلم اقول يا مرحبا يا عمر بن هذال من عقب الغياب اقولها يوم النجام مثلي يقولون دام البقا واليا حاضر تجيب ما لذا والكلمة اللي كل خلق الله يا بيوحونا قد ما قال الشمري هلا بكم على القهوة يا مرحبا يا ابو خوذه ابشر يا معد حل مليون بالجاليه وبالاسلام عندنا ما هلا مطر من لا تامح الله انه يسعدكم يا معد حي الله يبقيكم مرحبا يا كحلان يبقيني او شيء الله يسعدكم سعاده الدارين امين ترحيبكم الحار والله العظيم انه يعني ضيع الكلام اللي انا ابي اقوله شكرا لكم كلكم والله انه يوفقكم التوفيق المبارك ولا يضيع لكم تعب ولا يضيع لكم جهد كاميرتي وين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير مشاهدين قناة الواقع الفضائية بادئا ذي بدء أحب أشكر ترى دقيقة تنعيد مرة ثانية أحمد عبد الرحيم ترى الأربيز فجر أذني المقدمة ذي تعبان عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير مشاهدين قناة الواقع الفضائية أينما كنتم بادئا ذي بدء أحب أقدم أسماء آيات الشكر للشيخ إبراهيم الحسين مالك قناة الواقع الفضائية هذا الصرح المتجدد والمتفرد واللي يجذب جميع المواهب ويهيئ الأسباب للشباب السعودي والخليجي والعربي كل شاب يمثل مجتمعه وعاداته وتقليده وتقاليده خير تمثيل وأحب أشكر أيضاً الأستاذ والإعلامي القدير والكبير بتوجيهاته الكل متسابق خرج من هذا الصرح تلقى تركي الدوسري خلفه بتوجيهاته ونصائحه شكراً أبو سلطان الحريص على تواجد المبدعين في هذه القناة وأحب أبارك الجمهور هذه القناة هذا المنتجع أو القرية اللي بذلت لها كل الأسباب وهيئت لها كل السبل وأنتم تستاهلون يا جمهور الواقع هذا الصرح اللي ما زينه ولا جمله ولا كمله إلا وجود المتسابقين العظماء اللي أنا كنت أقول أني كنت أتمنى أن يكون متسابق في هذه النسخة المليانة شعر المليانة إنشاد المليانة محتوى المليانة رياليتي كل شيء على سنقة عشرة
مساكم الله بالخير يا شباب. لبيك. الله يسعدك. أنا جاي حمامة سلام، والله لا عندي انتقاد ولا عندي مشاكل ولا عندي ملازم بشوش، جايكم ما يبغونه جمهوركم منكم. ولكن قبل هذا كله نبي نعكس اللعبة، نبيكم كل واحد منكم يوجه رسالة للجمهور، وش يبغى بدون مثالية وبدون ترى الكلمة اللي من القلب مثل الرمح اللي ما يوقع إلا في القلب، وانت بيدك رمح اختر وين تصيبه، اما تباه يروح معسمه ولا تباه يوقع في مصاب. نبدا من اليمين نايف الرفيدي. اول شيء مرحبا بكم، اسهلا يا ابو هذا في ذمتي ذمه، نحن فرحنا، انا اتكلم عني انا وعن اخويا، نحن نفرح اليوم انه جانا المطرق اللي مثلك وشروك، والله اللي مرحبا ومسهلا. شيء ثاني بالنسبه للجمهور، هم قصروا معنا وواثق، انا كنايف واثق فيهم ثقه عمياء عمياء، نعم لا يعلم بها الا الله، لا وان شاء الله انهم قد الثقه اللي انا واثقه فيهم، وان شاء الله اني على قد قوتهم يا رب. ولد الشيخ طلال الدوسري فيصل، تفضل. مرحبا بك، ترحيب المطرفين. الله يبقيك عددها. انا من زمان ودي اخاطب الجمهور، ودي اكلم جمهوري، خاطب يا رجال، يعني بيض الله وجيههم على كل ما يعملون له وكل ما يسعون له، واشكرهم من هذا المنبر كل من وقف وساند فيصل بن طلال، مع ساند فيصل بن طلال ووقف معه، أشكره شكر خاص، وأوعدهم إن شاء الله بأيام جميلة بإذن الله، وبمحتوى طيب وبالرياليتي المميز، وبإذن الله بإذن الله أوعدهم كل خير. وجهك كل خير موسى. أو شيء مسامحني أكيد، وأحييك ويقبل سمحت أتيت حتى بديت يا بعد رأسي. الله يسلمك. أولاً أشكر الجمهور اللي وقف، ما نبغى شكر، نبغى رسالة الآن. أنت أشكرهم وأوجه لهم رسالة أنهم يقفون مع موسى، بإذن الله أكون قد الهقوة وأمثل الجنوب كافة وجيزان وخولان بن عامر وديرتي فيفا خير تمثيل، وبإذن الله ينتظروني للنجومية بإذن الله. كفو كلام، أرحب. الله يسعدك يا رب. الله اللي مرحب موسى. البقى جمهوري، والله يا أبو هذال والله ما أبدأ إيش أقول له. يعني مثلا قل يعني الذكي بيعرف إيش يقول. أوجه لهم رسالة بإذن الله إن شاء الله، أنا داري إني مقصر ذا اليومين ماسكني إذا التعب، لكن بإذن الله إن شاء الله نكحل عيونهم بالرياليتي الزين والحضور إن شاء الله اللي جنبي بإذن الله. القرقاح بالريف يا مرحبا. أنا طال عمرك ما عندي جمهور، أنا دائما أقولها، أنا والله اللي عندي إخوان وأخوات، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني كلمتي لقروب دعمي يخص، وأخواني وأخواتي اللي شجعوني، ولا كل من غرد وكل من دعالي. أنا يعلم الله أني كل ما نويت أهدأ في هذا المنتجع ولا هذه القرية كمستوى، تذكرت وقفاتهم معي أيام التصفيات، وتذكرت وقفتهم الحين اللي أنا أدري بها وأنا ما بعد شفت شيء وزيد، فبكم أنطلق وبكم أستمر، وبيض الله وجيكم. أول شيء الله يحييك أبوه. الله يبجيك. ثاني شيء جمهور ما نستغني عليه، إحنا ما جهنا إلا عشان جمهور، ويبشرون بالشيء اللي يسعدهم، وأقول لهم دندروا وغنوا. كافو. أول يا أبو هذالة ألبقى لين يفنى ألبقى. ثاني شيء أقول للجمهور السعد، الرسالة اللي بوجهها لهم الله يبيض وجيههم، أنا لولاهم ما عديت التصفيات، وأبشرهم إن شاء الله بالخير، أنا أقف احترام للجمهور. استاهل جمهور. استاهل أخير. حبيبي. بداية أنا أرحب بك سريح 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 أبو هذا. مرحبا بك الساعات شوفك. الله يبارك. وطلتك علينا وأنا فرح بك، وأنت عارف اللي في خواطرنا. رسالتي للجمهور أبشروا بكل ما يتمنون من محمد ومن ربعه. لهل السلطنة خاصة، رسالة خاصة. أبشروا بمحمد وأبشروا باللي يم الخواطرهم، وإن شاء الله عندها قوتهم، وتراني مفقنا عنهم. لهل السلطنة ولا هل السعودية ولا هل الخليج. ان شاء الله انني يملهم كلهم خير تمثيل نجمل واحد وهي كذا الحيح. الله يحييك. الله يبارك فيك. والله ان هذا ركليل بشاحت كذا. يا الله يبارك فيك. انا اول شيء لي شكر لك انت شخصيا. عمر هذال يمكن العيال ما يدرون، عمر هذال هو من الاشخاص اللي كانوا يقولون لي يا وليد البحيح البرامج الواقعيه لا تفوتك، من الناس اللي لزم علي تواجدي في برنامج البزنس. وثاني شيء الله يبيض وجه جمهوري
ويكثر خيرهم جمل حالهم ما قصروا ودفعوا دراهم ودفعوا روابط ودفعوا الدعوة كلها ما قصروا لكن بإذن اللي ما تنام عينه زرعوا الثقة فيه وإن شاء الله نقد الثقة وأنت قد الثقة وليد اعتبر نفسك قائد جيش الآن معك جيش ما احتزموا دوب بدأ المال توجه تبي توجه الجيش اللي معك لتوجيه معين عندك تكتيك وجه الجيش وش بتقول أنا أقول لهم من الليلة من الليلة دوب ضاق المال ذا الحين وكل يوم في البدرع حالي ولا أحد عابر إن الخط إلا بجمهور ومو لهم قصري ما عندك توصية لهم علي القرية عندي أنا واللي برا القرية على هم حلوة حبي خالد يا مرحبا ويا مسهلا يا أبو هذال هو شيء مسي عليك ومسي على خلي في خلف الشاشات الجمهور ما لنا غنى عنه جدا احنا بدون جمهور اصلا ولا شيء ان شخص انا شخص هم الاف الالوف الله كيف عرفت انهم الاف الالوف يا خالد عارفين ما يحتاج عارفين جمهور الواقع وعارفين مشاهدين الواقع عندك نصيحه او توصيه أقول بيض الله وجهه غيرها هذا أول شيء بيجيك تو السيل بس جاي. عشان الوقت السيل توه جايك أول شيء بيض الله وجيههم على كل شيء قدموه لخالد وخالد بدونهم ولا شيء هم الأول هم الأخير أنا هنا في المنتجع أنا بكفيهم في المنتجع وبسوي كل شيء يرضيهم وكل شيء ينال على أعجابهم وعلى رضاهم هم يكفوني في الخارج وبيض الله وجيههم وراح أقول لهم كلمة هم عارفينها دائماً أنا أقول لهم أنا بدونكم ولا شيء يا جبل طويق اللي هو فريق دعمي شفت من غير عاد المشاهدين الباقيين أنا بدونهم ولا شيء وبيض الله وجيهم وابشروا والله العظيم بالشيء اللي نال على إعجابكم والقادم ترى أفضل وأجمل وأطلق وترى تو ما ضاق الدرب الحين حي والله رأسي واري أول شيء يا مرحبا ألفك أبرك ساعات ربي وثمنها يومنا قبل يا بعد رأس وانت ادرب غلاتك وانا احبك على الصعيد الشخصي وانا والله اني احبك رسالتي الجمهوري بركان السند انا دائما اقولهم كلمه اضربوا القاع ولا تسموا لين ما تولع نار حي هذه دائما انا اقول هذا ضرب مخلص دام اني موجود بالقريه ابشروا بالسعد وابشروا بكل من علم طيب عليكم برا انت عليك بالمتسابقين يزهلون علينا احنا داخل برا اضربوا ولا تسمون كلش لا ترحموا يعني ما في متسابق راح يتعدى ضاري اللي برا عندهم ما في اضربوا ضرب موجع ورسالتي لها الكويت ترى الامور طيبه وبشروا بالخير وباذن الله رادين وجايب لكم علوم طيبه مهند يا عيال بس عشان الوقت الواحد يختار الكلمه اللي اسلم الله يبجيك ويبارك فيك ويخليك العين ترجيك قلمي انا رسالتي اقول ابشروا بالسعد يا رجل ابشرون بالسعد بيض الله وجيهكم هذه أقول لهم يبشرون بالسعد والسير دائم ما يبطل من كبره وإن شاء الله بإذن الله نحن ندخل أنا قلت كلمة ترك الموسى إني بدخل البرنامج بدخل واحتميت كلمتي وأنا بحتمي كلمتي اللي للنهائي كفو عايض الزايد الله يبقيك الله يبارك في أيامك طول عمرك حب رسالة أوصلها لهم أقول بإذن الله أعطوني ثقة وراح أكون قد الثقة وراح نوعدهم باشياء باذن الله قدامنا 90 يوم راح تصير ان شاء الله اشياء تسعدهم عايض انا بواحد يقول يا رجيل اللي برا ارتاح وازهلوا المتسابقين كم رجال هنا هذول مشروبهم من جالهم بس اقضوا لي في اللي برا ابد صريح ماريه ام شكرا بيجيكم هذه اكل على الدار وجهك اصلا ابو هذا مشروب فرجيل مخالص حي والله انا اوعدهم باذن الله اليوم 90 هذا الكلام ازهل ابو هذا ازهل وليت وجهك الله يبجيك هلا هلا نصيب اللي هم شيوخ المجد حكم عليك زود ادعسوا برا واستمروا ايه وانا داري انهم بيضربون برا مثل ما انا متاكد اني بضرب هنا زود ولا اقصرهم بالجميع لكن داخل ما انا بس ابغى اظهر تو التلفزيون لا داخل وباخذ مركز وبطلع حلوه وباخذ جمهور حكم حبيب ابو ناصر الاورنج مولع وش يعني لك اللون الاورنج وايش وش يعني لك اللون الاورنج البرتقال بس مع البرتقال ما يعني لك اي شيء وش يعني لك اللون الاورنج يا وليد اسلم يا ابو ناصر اول شيء مرحبا بك رحيب السيل ثاني شيء انا شفت من قناه الواقع اني انا اول متسابق قطري في جميع النسخ وهذا اللي يزيد علي الحمل وانا ان شاء الله اني قد الحمل ذا باذن الله اول شيء اقول بيض الله وجيههم جمهوري في قطر وجمهور الخليجي بشكل عام
وإن شاء الله أني قد الهقوة وبإذن الله أني أطلع بشيء يجمل الموقف اللي أنا فيه بإذن الله. مجمل ووافي يا أبو ناصر. ما جاء الرجال اللي يشب النار صح. الله اللي مرحب يا أبو الهدى. الشيء الثاني أنا دائماً عند الجمهور يضيع الكلام. لكن أنا متأكد 100% ومتيقن أن جمهور الفوازع شادين حيلهم برا شادين حيلهم برا وبإذن الله أني قد هالهقوة وبشرك تراهم كلهم بالمخبة. أيوة. أولهم أبو ناصر وشقران ووليد البحيح ولا ينون الباقي يعني أجيب. أول النسخة ثلاثة هذول ثلاثة هذول بالمخبة. رد عليه رد عليه جاوبه الميدان أحمدان هذه جاوبه غيرها خالصين من هو وليد عندك جواب له الرجال خاصكم بالأسامي ولد عم الخلا يستاهل حلوة الرجال الثالث اللي خاص من كفو وانه قسم بالله انه يقوى له مير مد ذراعك وحنا مع نسيو كفو اول شيء انا اللي اول شيء دقيقه انا مصيبه يا ولد بطلع منه بطلع منه يا ابو هدى امي ادانيك يا ابن الحلال الله يسعدك ادانيك وتغليك يا رجل انا يوم دخلت عليك ذيك المره يا ولد يوم دخل رجال برا يا طيب معي يوم دخلنا الا سياسه الفقره وقت الفرجال علينا يوم قلت يا ولد امي مدانيك وانا يا ولد جمهورك قلبوا علي تكفى يا ولد فكن تراني والله العظيم اني امزح انا يوم رجعت البيت الا امي زعلان علي شلون تسقط علي قلت تعلمت هالكلمه والله العظيم يا ابو هدان انك غلاك مصر ويا ما العافيه اما بالنسبه لفريق الدعم المختلفين يبشرون بالخير وانا اوعدهم اليوم باذن الله اليوم انا مجهز لهم شيء والله العظيم انه مختلف انا والشباب باذن الله وهم يستاهلون كل خير ويبشرون بالخير باذن الله بعد كفو والله يوفق هالوجه عيال اتمنى نختصر عشان الوقت وكالسيف تجري بها الرياح مرحبا بك الله يحييك وبالنسبه للجمهور لا تقول كلمه انت المفروض ما تقول كلمه المفروض تعطيها صوت عطنا كذا صوتك للجمهور تحد كذا بطبقه الصوت اللي عندك ما شاء الله الطم الضد والرجال تمشورا سلمنا من قدم وسلمها لنا كان ذبت غطاها كل مستورا خيب الله لحنا كان ذلنا سلامتك هذه مع بعدها كلمة الله يرحبك في جنات النعيم قل امين امين يا بعد حي انا اقول للجمهور ما شفته الا قطره مويه باقي السيل وجال النهر يا ويلهم ويلا وانا ممكن اني مقصر ماركل له تكنيك وستيب باي ستيب وانا اقول انا شهرت سيفي وعلي بمناطح الرجال 24 متسابق ويبي يشوفون مناطح الرجال ومصاق الخيل هذا العلم يقولون فاضل اذا شهر سيفه ما ينوش الا حد الغمامه ما يطعن الا السحابه اليوم الهاشتاج كم يا عيال 23 بزت 23 حيلان يلا اول شيء استغفر الله الخير احنا في منافسه شريفه تكافئ اللي يستحق نعم هي شريفه في النهايه وكل واحد من حقه ينافس بالنسبه للجمهور وقفوا ولا نستغني عن وقفتهم ويبشرون بالسعد وما نستغني عن دعواتهم الصادقه. حلوه. مرحبا. اول شيء اقول مرحبا يا ابو هذال. الله يبارك. نورت المكان. بس الاوت فت مولع. ايش رايك؟ مطقم. حبيبي. اقول لجمهوري الرواسي الحين ما به مدح، انتم تعرفون غلاكم في قلبي. انا باذن الله الجبل وانتم الرواسي الثبات لي. وشدوا حيلكم، انا رايح اعتبر كل يوم من ناحيه الجهد ان اخر يوم لي وانتم كذلك. وانا بدونكم ولا شيء بعد الله سبحانه وتعالى. شكرا لهم إذا عمد رسيد دقيقة تعال الآن مع فقرة هل تعلم مع الطالب إذا عمد رسيد أبيك تحدى الرجيل تحدي مشوربين للرجيل عن رجيل مشورب عنه قدامك قل له أهرج أهرج هسلم معليش أنا أسف أنا أقول للجميع إحنا هنا في منافسة شريفة غيرها لا ما بعد صدام لا عندنا شو اسمه على التندة لا مع التندة بعد نيا دقيقة قلبك يدق رد عليه تذكرها يلا وفقك الله اقول لجميع ابشروا بس سعد ان شاء الله عاش اول شيء مساك الله بالخير هلا
مرحبا والله ومرحبا. قلبك يا ابو مرحبا. والله انها ابرك ساعات. الله يبارك فيك وايامك. والرساله اول شيء برحب بك واقول يا مرحبا يا الشاعر الضرغام يا الحراق طار. سلام. يا مرحبا يا الشاعر الموهوب يا الجزل الفصيح. تلحيب تم شاعر مرهي على جزلها اخطام يا رد بها عد القوافي ما تلقى له نطيح. الله اكبر. هذه رسالتي. بيض الله وجهك صح الله لسانك يا حبيبي. الله يصح بدنك جعلني فداك. ورسالتي لاقرب دعمي وجمهوري والله اني ما ادري وش اقول. انا لا جيت عندهم ضاع الكلام لكن الله يبيض وجيهم منا لين تقوم الساعه وان شاء الله اني عند الهقوه. انا ذا اليومين تاكدوا اني مهدي برغبه مني انا سياستي عندي انا. نعم. وابشروا بالخير واقول انا لا ادري ان هقوتهم فيني كبيره واقول كبروا الهقوه زود وتراني فوقها. وسلام عليكم. الله يطول عمرك. الحبيب معاذ في مكسرات؟ لبه؟ في مكسرات؟ والله لا 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 انت مكسرات والحلا والزين كله. اول شيء حياك الله ومرحبا ومسهلا. انا جيت وانا مطفي النور وماني شايف الا شيء في بالي ومركز باذن الله. لا تصدم. وباذن الله باذن الله من هذا المكان صاعقة البزنس معاذ الغرامة مع فريق دعمه الصواعق صواعق معاذ الغرامة ولا قصورهم في الباقيين جميع اني بواصل وكل يوم ادي اكثر من الاداء اللي اديته قبل. ومع الظروف والاشياء اللي قاعده تصير لكن بثبت نفسي وانا الثبات وانا اللي اوصل للشيء اللي ابغاه باذن الله واجمع الربع من وراي الجنوب وعسير ورجال المع بالضبط. هاي طيب معاذ معاذ الحين اللي يسوق مطفي النور ممكن يصدم؟ ممكن فيه صدامات لكن هو بيوصل للشيء اللي ابغاه. ممكن يصدم وسيارته متهالكه؟ لا ما تتهالك تتصلح وما عليه ويوصل والدنيا ساعه. في ورش يعني تتوقف تطلع؟ موجود كل شيء. الله يوفقك ان شاء الله. حلان الله يبجيك ويبارك فيك. بغيت اطيع الشيخ والقلب ما طاع. ليه؟ جينا اتيام عربين الجدودي. نعم. ولي اعطيت العهد ماني بخداع لو العهد بيني وبين اليهودي ما جيت من بطن امي قصير ذراع جيت وما جيت الا بثبت وجودي. هذا الزود رسالتي للجمهور اقول ابشروا باللي يرضيكم انت وخلكم برا ومعي وزهوا الباقي علي. كفو ابن طارق كفوك الطيب. يا مرحبا يا ابو هدار. يا مرحبا ابو اخوي وصديقي الغالي. يا هلا يا هلا. هالشيء الاول. الشيء الثاني يا طويل العمر اقول يقول الشاعر دوسري اللي على قمه العليا وقوف في درى زايد وتغلب تعلمت الحياه. الشيء الثاني اقول لم تشهد الارض بطشا فوق تربتها مثل الذي شافته يوم اني وطيتها تامن بين العرب وان باتت بكربتها ولي انصتني من الكربه حميتها. كفو وسلامك طال عمرك. شكرا للجمهور ابشروا والله بالسعد. كفو شوفك الطيب. هذه الله يهينكم في ايامك. هذه رسائل متسابقين ونجوم وصواعق ومختلفين وشوامخ ورواسي ونجوم البزنس. أما رسالة أخوكم الصغير والفقير لله عمر بن هذال لكم يا جمهور قناة الواقع الفضائية والمتسابقين البزنس اللي والله أني كنت أتمنى أن يكون في هذه النسخة متسابق ليعيش المتعة اللي قاعدين يعيشونها وأنا متأكد أنهم مستمتعين رغم الضغوط اللي تمر في أي واحد. إحنا قبل وعارفين الضغوط وعارفين كل شيء يحصل لكن أحس أن النسخة رايجين أن